أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما المراد بالتردد في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. مراد بالتردد في حق الله كراهة ما يكرهه عبده المؤمن، كراهة ما يكرهه عبده المؤمن. فالعبد يكره الموت، والله يكره ما يكرهه عبده المؤمن. هذا معنى الترددد، يعني آخر الحديث يشرح أوله.